استمرت العائلة المقدسة تنتقل من مكان إلى آخر، فاتجهت من المنيا إلى أسيوط، حيث مكثت هناك أكثر من 6 أشهر و10 أيام، وهي أطول فترة قضوها في أي مكان في مصر، حيث زارت مدينة ديروت الشريف حالياً، وبعدها اتجهت إلى القوصية، ومنها إلى مير، ثم إلى جبل قثقام في نفس المكان المقام فيه حالياً دير القديسة العذراء المحرق. ومن هناك عادت العائلة المقدسة مرة أخرى إلى فلسطين، وسلكت نفس المسار تقريباً بعد أن قضت في مصر أكثر من 3 سنوات. ويبقى الفن أحد أهم اللغات التي
يعني تركها لنا التاريخ وتجسد عظمة وتاريخ الكتاب المقدس، بل وتاريخ الأمم وتاريخ الشعوب. والأيقونة أحد أهم الفنون في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي جسدت رحلة العائلة المقدسة وتكلمت عن رحلة العائلة المقدسة عصور في عصور كتيرة، جيل من بعد جيل. تكلمنا الأيقونة عن هذه الرحلة العظيمة وهذه الرحلة الجليلة الأرض مصر. نتكلم النهاردة عن فن الأيقونة وكيف تركت لنا بصمة واضحة في التاريخ عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة العائلة المقدسة. اسمحوا لي دلوقتي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الفنان الكبير الأستاذ جلال رمزي، رئيس قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية، وتلميذ الفنان العظيم إيزاك فانوس، وتلميذ أيضا المتنيح الأنبا صموئيل. أهلا بحضرتك. أهلا فندم. منورنا يا أستاذ جلال، وبنشكر حضرتك لوجودك معنا النهاردة. شكرا ليك، كتر خيرك. أستاذ جلال، إزاي الأيقونة اللي هي الفن المصري بتاعنا احنا جسدت رحلة العائلة المقدسة، هذه الرحلة العظيمة جيل من بعد جيل؟ ليست الأيقونة وسيلة جمالية، إنما هي كتاب مفتوح للبسطاء من عامة الشعب. للبسطاء طمعين. من عامة الشعب، لأن هو لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، فمن خلال الرؤية بيقدر يحدد موضوع هذه الأيقونة إيه؟ تمام. أما كلمة أيقونة فهي كلمة يونانية معناها صورة مقدسة، لكن بشروط، والشروط دي معروفة للعالم كله. أول شرط منها إن هي بتترسم بألوان التمبرا، وألوان التمبرا دي أساسها صفار البيض مع الخل، مادة مذيبة وليس الزلال، والأكاسيد الطبيعية أو ألوان البيجمنت معروفة في العالم كله باسم ألوان البيجمنت. وده واخدينه إحنا من الأكفان اللي كانت موجودة في العصور المسيحية الأولى. لها طريقة معينة في الرسم، بتترسم من الغامق للفاتح، الضلمة للنور. لها أسلوب معين يختلف عن التصوير العادي أو المعروف مع الفنانين يعني المتنوعين يعني. تمام. حضرتك بالتأكيد رسمت الأيقونة عن رحلة العائلة المقدسة عدد كبير جدا. هل حضرتك تتذكر الأول كم عدد الأيقونات اللي رسمتها عن رحلة العائلة المقدسة؟ أنا مش متذكر أول عددها، بس أنا عملتها موزايك، وعملتها إزاز معشق، وعملتها أيقونات. تمام. ممكن أكمل مع حضرتك بس أروح لزميلنا فريد في جبل الطير. يا فريد، أهلا بيك يا فريد، واتفضل معاك على طول. ما زلت يا اسحاق في جبل الطير، ما زلنا قدام المغارة بنحاول ناخد كده آراء الناس في الزيارة. نتعرف بحضرتك يا ماما. أنا من القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قولي لي أما نيجي نزور. كل سنة بتيجي هنا؟ أيوة. أما نيجي احنا من منهر. من منهري، من المنيا يعني. أيوة، منحب نيجي نزور على طول. نحب العادرة، إن شاء الله يا عادرة. بتيجي لوحدك ولا متعودة تيجي أنت والعيلة؟ أنا وعيالي كلهم وبيتي كله ما يجي. كل سنة هنا. أيوة كل سنة حابة أجي هنا. كل سنة وحضرتك بألف خير. نتعرف بيكي. أم عبد المسيح. أهلا وسهلا بيك. قولي لي كده على الأجواء اللي أنت بتحسي بيها لما تيجي هنا في دير القديسة العذراء في جبل الطير. ما نبقى فرحانين خالص ومبسوطين عشان لما ناخد بركة، ويومين عم يبقوا في قلب سنة يعني لما نستناهم طول السنة نحسب لهم، ونبقى فرحانين خالص إحنا والعيال الصغيرين نيجي ناخد بركة ونزور، أما نبقى مبسوطين خالص. أما نيجي ناخد بركة من الأراضي المقدسة دي ناخد بركة الست العذراء ونتشفع بيها. تحس بيه لما تدخلي نفس المغارة أو تاخدي بركة من المغارة اللي انت عارفة أن القديسة العذراء مريم وسيد المسيح كانوا موجودين فيها من 2000 سنة؟ بنحس أن في بركة جامدة غمرينا كده، ونحس أن الست العذراء واقفة معنا، كل طلب نطلب منها عم تقف معنا وتتشفع لنا عند السيد المسيح، وأكيد عم ربنا ما يدينا كل اللي احنا عايزينه بشفاعتها، ونبقى فرحانين خالص. تعيشي وتاخدي بركة. أنا شايف حضرتك معاك الولاد منين؟ من بني صامت بني مزار تبع. أهلا وسهلا بيك. قول لنا كده، أنت جايب الولاد والأسرة وجاي هنا؟
هي دي زيارة اعتبر المصيف بتاع الغلابة. احنا بنشكر ربنا اللي في اماكن اثرية في مصر، بنشكر ربنا ان احنا السيد المسيح بارك المكان ده وبارك اماكن كتيرة في مصر جدا، اعطانا بركة. واحنا بنحب نيجي لهنا، نعتبر اللي هو مصيف الغلابة، يعني مصيف الغلابة الناس اللي بتيجي فيه كده بتحب تاخد المكان وتزور المكان وتعيش بتعيش ونفرح مع بعضينا ونحب المولد والايام دي كلها. كل سنة وحضرتك بألف خير. الناس فرحانة، ناس مبسوطة. يعني سريعا ناخد آخر لقاء كده مع حضراتكم، من بقى ناس من اللي ساكنين هنا في الدير، يعني سريعا نتعرف بحضرتك. سامي الجم سايزر، أهلا وسهلا بيك. تقولي كده الأجواء الاحتفالية اللي انتم بتحسوا بيها كل سنة دي في نفس الوقت ده، قد إيه ده شيء مفرح، قد إيه بركة كبيرة بالنسبة لك؟ بدون شك هو بركة كبيرة للمكان كله. الزيارة والموسم بالنسبة لنا بيشكل لنا فرحة وسعادة، مش لأهل السكان الدير بس، ولكن احنا بنعتبر ان الموسم ده هو رسالة من أرض دير جبل الطير، رسالة للعالم كله، رسالة من المكان اللي تشرفت بزيارة العلا المقدسة من أكثر من 2000 سنة، بتبعث رسالة من المكان للعالم كله ان مصر هي أرض الأمن والسلام. لأن انت هنا في المصطلحات اللي جدت علينا حضرتك زي المواطنة وكده، هنا بيظهر طبيعة المصريين اللي بجد البسطة. انت بتلاقي المسيحيين مسلمين متلاحمين متفقين على شيء واحد، انهم يتبركوا ببركة المكان، انهم يتبركوا ببركة المكان وطالبين لشفاعة وبركة الست العذراء. كبيرة واحتفالات جميلة وناس جميلة، كل سنة وكل المصريين بألف خير، مسلمين ومسيحيين بيكونوا موجودين هنا في دير القديسة العذراء مريم بجبل الطير علشان ياخدوا بركة، علشان يتعرفوا أكتر عن على الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. نتمنى كمان السنين اللي جاية نفس المكان ده يكون معروف أكتر، ويكون بيزوروا أعداد أكبر، ويكون فندق العائلة المقدسة تم افتتاحه، ويكون في أعداد أكبر بتيجي تاخد بركة من هنا من مصر. دعوت ابني ومبارك شعبي مصر. أرجع لك مرة تانية في الاستوديو يا اسحاق تكمل الحلقة بتاعتك مع ضيوفك. بشكرك يا فريد انك انت خليتنا نشوف اللقاءات الجميلة والصور الحلوة دي من جبل الطير. شايفين الناس باستاد هناك بتزغرط، الناس مش بتزور بس عشان تاخد بركة، لا هم فرحانين، هم عايشين حالة من الفرح. حتى الراجل قال لك ايه، مصيف الغلابة، لا ده مصيف القديسين. يعني الناس فرحانة، عمرك ما تروح مصيف في اي حتة في الدنيا كلها وتلاقي الناس عندها كم هذا الفرح يعني. فمكان جميل ومكان مبارك معاكم النهاردة من جبل الطير، احد الاماكن الجميلة والمباركة في مصر. ارجع تاني للاستاذ جلال. استاذ جلال، عايز اقول لحضرتك، حضرتك وانت بترسم الايقونه وحضرتك رسمت الايقونه بالتاكيد عشرات المرات، ايقونه العائله المقدسه، ايه الحاجات الثابته اللي حضرتك كنت بتحرص ان هي تكون لا دي لازم خاصه جدا بايقونه العائله المقدسه، ما ينفعش الغيها وما ينفعش اشيلها؟ طبعا يوسف النجار سنه كبير الى حد ما، السيد المسيح الهالة بتاعته فيها صليب، القديسة العذراء مريم بتبقى هي طبعا وسيلة المواصلات بتاعتهم، كان الحمار ما كانش لا جمل ولا حصان. أيضا بنرسم معاهم الملاك أساسي، ويمكن أنا بحب أرسم الملاك على شكل عنخ مفتاح الحياة عشان أقول إن دي أيقونة مصرية. معاهم برسم معابد، برسم الأهرامات، برسم نهر النيل بالشكل الفرعوني بتاعه، برسم السمك موجود جوه المية عشان تقول لي الهوية المصرية. أيوة. أيقونات حضرتك هي لو تشرح لنا. هنا يوسف النجار طبعا بسنه الكبير، والعذراء معاها الطفل يسوع، ومعاهم على الحمار أو على الدابة دي. تمام. وهنا الملاك على شكل عنخ أو مفتاح الحياة. عندي النخيل اللي هي مشهورة بها الصحراء بتاعتنا، وعندنا المصري، عندنا المية المصرية القديمة، وعندنا السمك بتاعنا أو أربع سمكات رمز الأناجيل الأربعة، وعندنا زهرة اللوتس أو البشنين. جميل. وعندنا الأهرامات والمسلة، وعندنا الطائر اللي هو شكل أبو إردان تقريبا يعني. تمام. العناصر اللي بتحتويها غالبا ما بتحتويها الأيقونة القبطية. تمام. حضرتك بتحرص على فكرة الهوية المصرية في الأيقونة. بالضبط. خاصة لما تكون مصري قبطي يبقى مصري.
وهي الأيقونة إحنا مميزين بيها يعني في العالم كله إن دي بتاعتنا كمصريين. طب إيه اللي بيفرق الأيقونة المصرية عن فن مثلا زي الفن اليوناني؟ بحس إن هو شبهنا. لا أقول لحضرتك مصر أو الفن القبطي هو الفن المسيحي اللي نشأ في مصر، وهو فن ديني يخدم الكنيسة، ودنيوي بيخدم الحياة اليومية. هو فن مسيحي ولا فن مصري؟ فن مسيحي. فن مسيحي، ونكمل بقى، فن مسيحي شعبي. يعني هو مش فن شعبي استخدمته الكنيسة، فن كنس استخدمه الشعب؟ لا يعني أعرف تاريخ الأيقونة ابتدى من الشعب، من الناس، من الشارع. لا هو بدأ من الأكفان اللي كانت موجودة في وقت ما، يعني لما نبص التحنيط زمان كان الأول بيعملوا التابوت عليه تمثال، وبعدين تطور هذا التمثال وبقى رسم على التابوت، رسم عليه بألوان التمبر اللي احنا بنستعمل الألوان الطبيعية اللي حضرتك قلت لنا عليها. أيوة تمام. الفن القبطي زي ما قلت لحضرتك إنه هو كان فن شعبي وفن ديني ودنياوي. دنياوي يعني إيه؟ يعني بيخدم الحياة اليومية. هنلاقي أدوات تجميل، هنلاقي الفخار، هنلاقي المنسوجات، إلى آخر هذا الكلام. الفن البيزنطي فن مسيحي نشأ في الشرق كله بما في مصر. طب اللي أدخله مصر إيه؟ كلنا عارفين أن الإمبراطورية الرومانية لما كبرت قوي اتقسم من جزئين، الشرقية والغربية. الشرقية اللي عاصمتها بيزنطة، اللي هي القسطنطينية، اللي هي تركيا حاليا، اللي هي آسيا الصغرى. كان واخد منطقة الشرق كلها بقى دي، سوريا ولبنان ومصر وجزء من روسيا، ووصل لليونان. اليونان بيرسموا أيقونات كويس قوي، لبنان بترسم أيقونات كويس قوي، السويد بترسم أيقونات كويس قوي، وبرسموها كل واحد بيرسم طبيعة بلده أو خصائص بلده أو حياة بلده. تمام. سواء كانت البشرة السمراء، العينين السوداء، دي إزاز معشة، ده إزاز معشة، ده إزاز معشة. وبرضو أنا واخدت الملاك برضو على شكل مفتاح الحياة، مفتاح الحياة. وبرضو هم يعني الوسيلة المواصلات بتاعتهم الحمار، والسن بتاع يوسف النجار كبير في السن زي ما احنا التاريخ بيقول او الكتاب المقدس مكان بيقول. وعندنا النخيل، وعندنا السمك، وعندنا الاثار المصريه القديمه اللي هي باينه في البحر. حضرتك بتحرص على زي ما باكد على الهويه المصريه. بالظبط. علاقه الايقونه بالمرجع الكتابي، الكتاب المقدس، ازاي الرسام الايقونه لازم يكون عنده ثقافة كتابية، كتاب مقدس، بيقرأ كتاب مقدس، مش واحد بيرسم حلو أو إيديه حلوة في الرسم. بالضبط. أي موضوع بتخطأ، أولا الفنان الكنيسة غير الفنان القبطي. الفنان القبطي بيرسم وقت ما هو عايز، بالمساحة اللي هو عايزها، الموضوع اللي هو عايزه، بالأسلوب اللي هو عايزه. فنان الكنيسة مصير غير مخير. الكنيسة بتفرض عليه الموضوع، بتفرض عليه المساحة، بتفرض عليه الخامة، بتفرض عليه الوقت. تمام. ولما بتفرض عليه المساحة الموضوع، لازم نرجع للكتاب المقدس ونشوف الكتاب القصة دي بتقول ايه. تمام. مثلا السامرية، نرجع للكتاب المقدس ونقول السامرية اتقابلت مع المسيح ازاي. ساكبة الطيب، عندنا ثلاثة ساكبة الطيب، نرجع للكتاب المقدس ونشوفهم واقعين في اصحاح ايه وايه 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 وايه. صحيح. وبتبقى يعني لازم يبقى انا مصير غير مخير. تمام. لهذه الاسباب. تمام. احنا يعني برضو سريعا نروح لمصر القديمه، وزميلنا كامل ويكلمنا من هناك عن الاجواء وعن مكان من الاماكن الجميله اللي زارتها العائله المقدسه. وهناك طبعا حصن بابليون، وطبعا
مكان رائع جدا ومكان من أهم الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. وإحنا زي ما كنا بنتكلم في البداية، أقعد كده صدعكم لغاية ما كامل يجي، أن العائلة المقدسة جات من أراضي فلسطين، دخلت مصر عن طريق رفح، وبعد كده مشيت في الشمال ناحية العريش لحد ما وصلت ناحية بلاد الشرقية. طيب نروح لكامل، اتفضل يا كامل. اهلا بك اسحاق مره تانية، واهلا بكل مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم. موجودين مع حضراتكم الان داخل المغاره المقدسه او كنيسه المغاره التي زارتها العائله المقدسه منذ اكثر من 2000 سنه. العائله المقدسه خلال رحلتها المميزه وهروبها لارض مصر زارت العديد من الاماكن المقدسه التي قدستها بالفعل، ومنها هذه المغاره وهذه الكنيسه المميزه في مصر القديمه، كنيسة المغارة. الكنيسة تنخفض عن سطح الأرض عدد من الأمتار. هنحاول ننزل نعمل مع حضراتكم جولة في هذه الكنيسة التي جلست فيها العائلة المقدسة حوالي 3 شهور. 3 شهور العائلة المقدسة، السيد المسيح وأمه القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار، قعدوا في هذه المغارة ليحتموا بها حوالي 3 شهور. في هذا المكان وضعت القديسة العذراء مريم السيد المسيح، يعني مكان عامل زي السرير كده كان بينام عليه السيد المسيح، وزي ما شايفين في اليافطة هنا كان ينام السيد المسيح وهو طفل. كنيسة مميزة وفي منطقة أيضا مميزة، وهي منطقة مصر القديمة المليئة بالكنوز والمليئة بالآثار. العائلة المقدسة خصت وميزت مصر بهذه الزيارة المباركة التي تركت لنا العديد من الأماكن المباركة والعديد من الأماكن الأثرية التي يأتي إليها الجميع ليتبارك بها. بنحاول نعمل مع حضراتكم جولة في المكان. الكنيسة صغيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين، فيها عدد من الأعمدة الأثرية المميزة من القرن الرابع الميلادي. عمر هذا العمود حوالي، هو من القرن الرابع الميلادي، يوجد حوالي 8 عواميد في هذه الكنيسة الصغيرة، هذه الكنيسة المميزة التي زارتها العائلة المقدسة. الكنيسة هنا أسفل كنيسة القديس أبو سرجة بمصر القديمة. الكنيسة هنا أقدم من كنيسة أبو سرجة. كنيسة أبو سرجة تم بنائها بعد ما تم اكتشاف هذه الكنيسة وهذه المغارة بعد أن زارتها العائلة المقدسة. يوجد زي ما حضرتكم شايفين مذبح رئيسي في هذه الكنيسة بيتم عليه صلوات القداس الإلهي، مذبح صغير مميز من الخشب، وشرقية المذبح من الحجر المميز وبها بعض الأناديل الرائعة. مكان مميز، مكان مليء بالبركة زارته العائلة المقدسة وجلست فيه خلال 3 شهور. 3 شهور العائلة المقدسة جالسة في هذا المكان تعيش في هذا المكان، ينام في هذا المكان. السيد المسيح كان ينام في هذا المكان الذي رأيناه منذ قليل، والعائلة المقدسة كانت تجلس هنا تأكل وتشرب وتنام. مكان مميز كمان، هنحاول نروح مع حضراتكم الناحية الثانية. في هذا المكان تم اكتشاف جرن معمودية من القرن الرابع الميلادي، زي ما شايفين كمان في اليافطة جرن معمودية أثري من العصر الرسولي. جرن معمودية مميز في الكنيسة، كان يستخدم منذ آلاف السنين في عماد الأطفال في هذه الكنيسة الأثرية، هذه الكنيسة العظيمة وهذه الكنيسة المباركة. للواحد واقف هو خجول في هذا المكان المبارك التي زارته العائلة المقدسة، وتراب هذا المكان شاهد ومبارك بأقدام وخطوات العائلة المقدسة لهذه المنطقة الأثرية وهذه المنطقة العظيمة والرائعة. الكنيسة هنا في مصر القديمة أسفل كنيسة أبو سرجة اللي بيترأس فيها قداسة البابا المعظم أنبا تودروس الثاني قداس احتفالية وعيد ذكرى دخول السيد المسيح لأرض مصر. هذه الزيارة وهذا الهروب اللي التجأت لي مصر هروبا من الملك هيرودس، فمصر كانت وما زالت وستظل مهد للأديان وبلد الأمن والأمان. عودة ليك إسحاق مرة تانية في الاستوديو.
بشكرك يا كامل ان انت وريتنا المكان الجميل الحقيقه، المكان الرائع، المكان المبارك. تخيل لما تدخل مكان يقول لك المسيح كان نايم في الحته دي، المسيح كان وهو صغير بيلعب في الحته دي، المسيح كان بيمشي في حاجه عظيمه وحاجه مهوبه وحاجه يعني جميله ورائعه جدا. اختص بها السيد المسيح له كل المجد. مصر زي ما قال كامل العائله المقدسه قعدت تقريبا في المكان ده حوالي يمكن 3 شهور. كان اكتر مكان بالمناسبه شهد يعني قعد العائله المقدسه، قعدت العائله المقدسه في اكتر وقت ممكن. أسيوط العائلة المقدسة قعدت تقريبا ما يقرب من 6 شهور هناك. لسه معاكم ولسه معانا أماكن جميلة مع كامل وفريد خلال حلقتنا، لكن سريعا نروح لأستاذ جلال. أستاذ جلال، أخيرا لو حضرتك تكلمنا عن فن الفريسك وتجسيده لرحلة العائلة المقدسة. الفريسك، كلمة فريسك كلمة يونانية معناها تنظم. هو الأحسن أنا يعني الصحيح فريسك ولا فريسكو؟ فريسك. فن الفريسك. تمام. فريسكو ده مربع وحاجه زي كده. تمام. فريسك كلمه يونانيه معناها طازه. كل شيء طازه بنسميه فريسك. تمام. التصوير عن طريق الفريسك او الجداريات عن طريق الفريسك بترسم على حيطه طريه، حيطه من الجير والرمل فقط لا غير. هو ده يا استاذ جلال. ده موزايك. ده موزايك صحيح، اللي هو الفسيفساء. تمام. لكن انا ما جبتش معايا فريسك. الفريسك يعني مش موجود معانا على الشاشه. اوكي. بترسم على حيطه طريه وبتترسم من الفاتح للغامق، ولو مقت منك جزء ما تقدرش تصلحه الا اذا شلت المونه ديت. والمونه دي بتنشف في بحر 8 ساعات. وهو اصعب انواع التصوير الجداري، ولا يدرس في أي كلية من كليات الفنون حاليا. ليه؟ للأسف الشديد. ما عدا معهد الدراسات، إحنا بندرسه في معهد الدراسات. لأنه صعب جدا وعايز إيد متزنة وعايز أعصاب، لأنك أنت بترسم على ارتفاع 10-12 متر وسرعة وسرعة 8 ساعات وإلا ينشف منك. وعايز تقدر تحافظ، يعني أنت تتوقف على سقالة تقدرش ترجع ورا ولا تطلع قدام اكتر من لازم، وده بيعتبر من اصعب انواع التصوير. طيب. عندنا فريسكات كتيره في مصر، وادي النطرون في السريان، عندنا الفريسكات اللي موجوده في دير الانبا انطونيوس. طيب. فريسكات موجوده في دير الانبا بولا، عندنا فريسكات عاملها الدكتور ايزاك في اسفل الكاتدرائيه اللي هو المزار بتاع ماري مرقص. تمام. هذا النوع من الفن اندثر تماما من كليات الفنون. تمام. ولا كلية من كليات الفنون بتدرس هذا النوع من الفن. خسارة. طب ما عايزين نطلع أجيال جديدة بترسم. أنا معهد الدراسات بس. معهد الدراسات بس. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وبشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمة اللي أمدتنا بيها النهاردة. الأستاذ جلال رمزي رئيس قسم الفن بمعهد الدراسات القبطية، وتلميذ الفنان العظيم الأستاذ إيزاك فانوس، والمتنيح مثلث الرحمات الأنبا صموئيل أسقف الخدمات. بشكرك جدا. شكرا يا فندم. نورتنا. كتر خيرك. سنة حضرتك طيب. وأنت طيب وأنت طيب. ولسه معاكم نعرف أكتر ونروح أماكن أكتر مع كامل وفريد ونشوف حاجات أكتر، ولسه بنتكلم عن الرحلة العظيمة، رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر ودخول السيد المسيح أرض مصر، مباركته هذه الأرض الجميلة العظيمة مصر، بعد الفاصل.